أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من هواية فلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن طريقة صناعة التلسكوب. من الناحية البصرية ينقسم التلسكوب إلى نوعين رئيسيين، تلسكوب العاكس وتلسكوب الكاسر. تلسكوب الكاسر يقوم بحني الضوء وتكبيره باستخدام العدسة الشيئية في مقدمة التلسكوب، ومن ثم يتم استلام الأشعة المكبرة والمنكشرة إلى العدسة العينية التي تقوم بتثبيت الضوء في عين الناظر. يحدد قطر العدسة كمية الضوء المنكسر والمتجمع في العدسة العينية. كلما كان القطر أكبر كانت كمية الضياء أكثر، وبذلك ممكننا رؤية أجرام سماوية أبعد وأخفت. البعد البؤري يحدد لنا مقدار تكبير التلسكوب. الأبعاد البؤرية التي تقل عن 1000 ملم عادة هي الأبعاد البؤرية الواسعة النظر، والتي تسمى أيضا بالوايد فيلد، تستخدم في رصد القمر وأيضا في رصد السدم النجمية المنتشرة على مساحات شاسعة في السماء. الأبعاد البؤرية التي تزيد عن 1000 ملم وتصل إلى 1500 إلى 2000 ملم هي الأبعاد البؤرية المستخدمة في رصد المجرات البعيدة جدا وأيضا في رصد الكواكب. سوف نتطرق في هذه الحلقة عن طريقة صناعة التلسكوب العاكس، وذلك لسهولة صناعته، كذلك سهولة الحصول على المرايا أو سهولة صناعتها. أيضا تتمتع المرايا بسعر أرخص من سعر العدسات، خاصة عند الحصول على المرايا الكبيرة. يجب على الهاوي التعرف على الكثير من التفاصيل لعملية صناعة التلسكوب. سوف أقوم بإلحاق روابط أدناه لمواقع إلكترونية تقوم بشرح عملية صناعة التلسكوب العاكس بصورة كاملة. سوف أقوم أيضا بإلحاق رابط للكتب المهمة التي يمكن استعمالها في صناعة التلسكوب. على سبيل المثال، أنا قمت باستعمال هذا الكتاب The Dobsonian Telescope لكاتبيه ديفيد كريغ وريتشارد بيري، ويقوم بشرح عملية صناعة التلسكوبات الصغيرة والكبيرة ذات المرايا العاكسة. هناك أيضا الكثير من روابط اليوتيوب التي تقوم بشرح عملية صناعة التلسكوب العاكس، وأيضا عن كيفية صناعة المرايا لهذا التلسكوب. يتكون التلسكوب العاكس من 3 أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو المرآة الأولية أو primary mirror، وهي التي تكون في خلف التلسكوب تقوم بتكبير وتجميع الضياء، إلى المرآة الثانوية وهي مرآة مسطحة تنحرف بزاوية 45 درجة تكون عند مقدمة التلسكوب تقوم بعكس الضياء قادمة من المرآة primary أو الأولية إلى عين الناظر باستخدام العدسة العينية. ممكن شراء أجزاء التلسكوب بصورة منفصلة وتجميعها لتكوين التلسكوب النهائي حسب رغبة الهاوي، وممكن أيضا صناعة الكثير من هذه الأجزاء من المواد الأولية في البيت. فعلى سبيل المثال، ممكن صناعة المرآة الأولية والثانوية من المواد الخام في البيت، وسوف نتحدث عن هذا في الحلقة القادمة. يجب على الهاوي معرفة مبادئ البصريات قبل القيام بعملية صناعة التلسكوب. المبادئ الرئيسية هي الفوكال لينث أو البعد البؤري، وهو النقطة التي تقوم المرآة الأولية بتجميع وعكس الضياء فيها بصورة مكبرة. النقطة الثانية هو الديامتر أو قطر المرآة. كلما زاد قطر المرآة زادت كمية الضياء التي يمكن تجميعها، وبذلك يمكننا الرؤية والنظر إلى الأجرام الخافتة. فوكال ريشيو، وهو ناتج قسمة البعد البؤري على قطر المرآة. تحت 5 يعتبر فوكال ريشيو القصير، والذي يستخدم في عمليات التصوير حيث يحتاج الهاوي إلى وقت أقصر لأخذ الصور. فوكال ريشيو كبير يستخدم عادة لعمليات النظر، يتمتع بالبعد البؤري الكبير. النقطة الأخرى هو سمك المرآة. المرايا تنقسم إلى نوعين رئيسيين من ناحية السمك: المرايا full thickness أو كاملة السمك، وتكون عادة نسبة 1:6 من قطر المرآة. فعلى سبيل المثال، إذا أردنا سمك full thickness mirror لمرآة قطرها 6 إنش، فإن سمكها عادة يكون 1 إنش. المرايا ذات السمك الخفيف أو النوع الثاني هي المرايا التي يكون سمكها بنسبة 1:10 إلى 1:20 من قطر المرآة. فعلى سبيل المثال، إذا أردنا صناعة مرآة ذات قطر 10 إنش، فإن قطر سمكها سوف يكون 1 إنش. المرايا ذات السمك الخفيف تحتاج إلى mirror cells أو خلايا مخصصة لحمل وزن المرآة لمنع انحنائها وتشتت الضوء بعيدا عن البؤرة. mirror cell أو خلية المرآة
تتكون من نقاط حمل للمرأة في مكانات محددة تقوم بإسناد المرأة لمنع انحنائها بسبب سمكها الخفيف. المرايا السميكة ذات full thickness تحتاج إلى وقت لكي تبرد عند حلول الليل، وهذا الوقت مهم للحصول على ثبات للبؤرة. مرايا ذات سمك الخفيف تبرد بصورة أسرع ولكنها معرضة للانحناء بصورة أسهل. أنواع الزجاج في صناعة المرايا هو ثلاثة أنواع رئيسية: الزجاج العادي أو الشيت جلاس المستخدم في صناعة النوافذ أو المناضد أو الأبواب الزجاجية. النوع الثاني هو البايركس، والنوع الثالث هو الكوارتز. أحسن نوع هو الكوارتز ولكن سعره باهظ. الكوارتز لا ينحني بصورة كبيرة مع اختلاف درجات الحرارة، أما الزجاج العادي فإنه قابل للانحناء مع تغير درجات الحرارة. البايركس يقع بين هذين النوعين من ناحية خاصية الانحناء. Primary mirror cell أو حامل المرآة الأولية في قارة التلسكوب، إذا استخدمنا full thickness أو 1/6 من قطر المرآة فإننا سوف لا نحتاج إلى نقاط إسناد كثيرة، سوف نحتاج فقط إلى 3 نقاط إسناد للمرآة نستعملها للقيام بتغيير اتجاه انحراف المرآة لتركيز الضوء في البؤرة المحددة المطلوبة. Secondary mirror أو المرآة الثانوية وهي مرآة مسطحة بيضاوية الشكل يكون قطرها الصغير ممكن استنتاجه من القاعدة الرياضية التالية: Field of View مجموعا مع قطر المرآة الكبيرة مطروحة منه Field of View مضروبا في بعد المرآة الثانوية من العدسة العينية مقسوما على البعد البؤري للمرآة الرئيسية. انحراف المرآة الثانوية يكون بزاوية 45 درجة وهي أيضا لها خلية إسناد صغيرة تشابه في نظام عملها لخلية إسناد المرآة الرئيسية، تكون أيضا من 3 نقاط إسناد رئيسية ممكن من خلالها التحكم بانحراف المرآة الثانوية لتركيز بؤرة الضوء في العدسة العينية. يحمل المرآة الثانوية العنكبوت أو السبايدر، ممكن صناعته أو شراؤه. نقطة تمركز المرآة الثانوية بالنسبة للمحور الرئيسي للمرآة الرئيسية المقعرة ينحرف قليلا إلى الأسفل وإلى الأمام تقربا من المرآة الرئيسية بمقدار معين يمكن حسابه من خلال المعادلة التالية: قطر المرآة الثانوية مقسوم على 4 في focal ratio النسبة البؤرية للمرآة الأولية الكبيرة. النقطة الأخرى هي موازنة التلسكوب، حيث أن معظم مكونات التلسكوب تكون في مقدمة التلسكوب متكونة من الآيبيس أو العدسة العينية، الفوكسر، السبايدر أو العنكبوت الحامل للمرآة الثانوية مع المرآة الثانوية. أما الجزء الثاني من وزن التلسكوب هو يتكون من المرآة الأولية الرئيسية في مؤخرة التلسكوب مع الخلية الحاملة لها. تستخدم طريقة لموازنة التلسكوب لإيجاد نقطة توازن التلسكوب والتي سوف يستند التلسكوب من خلالها على الحامل من خلال قانون العتلات، وهو الوزن مضروبا في ذراع القوة، حيث يجب أن يكون وزن أجزاء التلسكوب من جهة المقدمة مضروبا في ذراع القوة لكل جزء من هذه الأجزاء مساويا لوزن المرآة الأولية والخلية الحاملة لها مضروبا في ذراع القوة. النقطة الأخرى هي توازن التلسكوب، حيث يقوم الهاوي بصناعة الحامل التلسكوب على طريقة جون دوبسون. الدوبسون التلسكوب هو ألت أزيمث تلسكوب أو سمتي ارتفاعي. النقطة الأخرى هو المكون الرئيسي لأنبوب التلسكوب ممكن استخدام أنابيب الكرتون المستعملة في مصانع السمنت أو مصانع القماش. ممكن أيضا صناعة هيكل التلسكوب من الخشب أو من الألمنيوم حسب رغبة الهاوي. أهم نقطة في عملية الصناعة هي ثبات كل جزء من أجزاء التلسكوب لمنع تحرك المرايا واختلال نقطة البؤرة. العدسات العينية تختلف عدسات عينية عن بعضها في قوة التكبير والفيلد اوف فيو أو مدى وسع رؤية النظر. قوة التكبير ممكن معرفتها من خلال رقم مكتوب على جانب العدسة العينية، كلما قل هذا الرقم زادت قوة التكبير، كلما زاد هذا الرقم قلت قوة التكبير. أفق النظر الواسع للعدسة العينية ممكن استخدام عدسة عينية ذات رقم 30 أو 25 مليمتر، أما العدسات المتوسطة العينية فهي ذات رقم 15 مليمتر، أما ذات التكبير الكبير فهي تحت 10 مليمتر. كلما زاد حجم العدسات المستخدمة في العدسات العينية زادت آي ريليف، حيث يمكن للناظر النظر إلى الجرم السماوي بمجرد تقريب العين من العدسة العينية في أي نقطة قريبة، لا يحتاج أن تكون مركزة في نقطة واحدة. أما العدسات الصغيرة العينية فيجب على الناظر أن يضع عينه في نقطة محددة قريبة جدا من العدسة لإمكان الرؤية للجرم السماوي. سوف نتحدث في الحلقة القادمة عن طريقة صناعة مرايا التلسكوب الأولية والثانوية من المواد الخام، وسوف نشرح بالتفصيل طريقة صناعة المرآة.